واش هاد الجاره كتقول الحقيقه بصح؟ واش هي جاره بصح؟ واش مقربه من هاد العائله نتاع بيلانوفا؟ خليكم معنا لاخر الفيديو باش نتمنى من الناس يحاولوا شويه على الخرجات اللي كيخرجوا بيهم. انا اللي حللت خوتي وخواتاتي ندوزوا للجاره نتاع اللي قالت جاره نتاع اكرا. احنا ما عارفينش عليها واش جاره ولا ماشي جاره، احنا ما عندنا عليها حتى شي دليل، ولكن خوتي وخواتاتي بيني وبينكم اللي غادي نحلوا انا شخصيا بزاف الكلام اللي قالته كاين ماشي ما كاينش، ولكن بزاف الكلام اللي ما فهمش وبزاف الكلام اللي ما عندوش تفسير، يعني على حسب التحليلات ديالنا اللي ما انا ما عجبنيش صراحة بيني وبينكم، لأني صرحت بواحد الكلام أنا جارتها، ربما كاين شي ناس اللي مأطرين عليها وكاين شي حاجة، ربما الزوج ديالها اللي عيط للسبيطار ودار ليها هاد المشاكل كاملة من داك النهار اللي بانت فيها آخر ستوري، هادي راه يعني راه واضحة وضوح السمج. بقى معني للآخر باش ندوزي ليها وحدة وحدة كما كنقولوا. يعني ممكن زوج ديالها اللي تكلم مع السبيطار، احنا قلناها فسرناها في عده فيديوهات، اللي عيط للسبيطار وحبسوها ودخلت في انهيار عصبي، ودابا الاكرام محبوسه، هذه ماكدين منها 100%، لا زياره ولا تليفون، يعني مسكينه تحرمت من كل شيء. تصوروا خوتي خواتاتي السيده ما غتحرم من التليفون اللي كان التنفس ديالها الوحيد هو دوك ستوريات دوك هذا اللي كتهضر معانا، هذاك هو التنفس ديالها الوحيد، تحيد لها كل شيء. داكشي تصوروا خوتي دابا السيده مسكينه مسدوده في واحد البيت، مبلع عليها في واحد البيت، كيفاش غتكون النفسيه ديالها؟ يعني خصها واحد المسانده على داكشي، دايرين واحد لـ 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 واحد لـ واحد مجهود كبير مع واحد الصديقه ديالنا، ولو يمشيو يفاجئوا عليها اير واحد شويه، ماشي على التصوير ماشي باش يصوروا معاها ابدا. اولا على الجاره اللي قالت ساكنه غير قدامهم وتعرفهم مزيان وتعرف الزوج ديالها مزيان، يعني هاد السيده كتهضر واحد الهضره بحال اللي عاشت معاهم وشافتهم. وانا مثلا جار ساكن ليه وانا ساكنه هنا، انا ما نقدرش نعرف عليه شنو كيدوز عنده في الدار الا ما كانش عندي شي علاقه معاه وشي هضره معاه وشي يعني وشي تدخلات معاه، راه ما نقدرش نجي انا هكا ونهضر على واحد الجار بواحد الطريقه بحال هكا. دونك ماشي هذا هو سميتو، ولكن اللي بغينا نشرحوه وبغينا نقولوه وهو ديك الجاره اللي قالت، بغينا نفسروا بعد الكلام اللي قالته، لا السيده عايشه مزيان، لا هي اكرام من شحال هذه وهي في صراعات مع الزوج ديالها. ديجا هادي اولا، واول حاجه ديجا غادي نحكي لكم، انا ما مع حتى شي واحد وما ضد حتى شي واحد، انا غادي نفسر داكشي اللي فهمته من السيده، يعني انا ما مع حتى شي واحد، انا ما كنضربش في اليوتيوب على شي حد ابدا، يعني انا دونك انا مع اكرام بلا نورما فقط. الجاره خرجت، انا كما قلت لكم الجاره انا ما ضدها ما معاها، يعني بزاف الحوايج ما واضحينش وبزاف الحوايج ما وضحتهمش هما هادوك، والحقيقه غادي تبقى ان شاء الله مع اكرام، الحقيقه مع اكرام. اكرام لما تشافى وغادي تطلع هي اللي غادي توضح لينا كل شيء. دونك هادي والكلام اللي غادي نقول لكم غتوقفوا عليه وغادي تصرح به اكرام بالضبط ان شاء الله، ونتمنى كلامي ما يكونش غلط، يعني حنا كنقول لكم التفسيرات ايه بعد لي داكشي اللي فهمنا. خوتي وخواتاتي السيده قالت بزاف د الحوايج اللي ما واضحينش، قالت لك لا السيده عايشه مزيان مع راجلها وعايشه با بيان سور، واحد ملي كيخرج مع وليداته في الشارع راه ما غاديش تضرب في الشارع، ما غاديش يدي ويجي في الهضره في الشارع قدام الناس ابدا، راه داكشي كيكون في ما بينها وبين الزوج ديالها، حنا عارفين حقيقه كاين المشاكل ما بينها وبين زوجها، ديجا هذا هو الخطا الاول دارت السيده، قالت لك لا ما كاينش مسحاب داكشي، ما كاينش مشاكل ما بين اكرام وراجلها، المشاكل كاينه، العنصريه كاينه، الحكم كيحكم فيها بزاف كاينه، يعني هذا الشيء لاحظناه خلال الفيديوهات اللي كنا كنتبعوا، كما قلت لكم دائما كنت متبعه اكرام من زمان زموني. الملاحظات الكلام اللي كان يرمي ليها، الملاحظات اللي كان يدير ليها، التعامل اللي كان يعاملها،
انسان عنصري، يعني عنصري يعني باغيها ديالو في يدو. وحقيقه اكرام كانت في يد الزوج ديالها، اكرام كان الزوج اللي كيحكم. الزوج راه الا كتذكروا معايا في المرضى الاولى، راه حتى اليوتيوب القناه ديالها راه كان مدخلها في الشركه ديالو. الا ترجعوا لهاد النقطه هذه، اكرام لي 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 كيما قلت لكم كان ضغطها. الوقت اللي مشات لبلجيكا، اولا مشات على خدمه شد ليها الاولاد، لكن مشات مع خدمه، راه حتى هو وليدات راه من حقه يشدهم. راه مشات على اشهار، دارت اشهار في بلجيكا، ما غاديش تدي مع الوليدات باش دير الاشهار في بلجيكا وما عندهاش اللي يشدهم ليها. ثانيا اكرام ما عمرها طلعت وقالت لينا راه عندي جارتي ولا قدامي. حنا دائما كنقول لك الزنقه ديالنا خاويه وفيها الغور، ما كاينش العرب، والله اعلم بركه دي شي جاره ما عرفش منين خرجت، الله اعلم. المهم الحقيقه غادي تبان، غادي نشوفوها مع الوقت. ما هاد الحقيقه نتاع حد جرى راه غادي تبان طورت ولا قصرت، راه غادي تبان. ماشي قال لك مين كطيح البقره كيكثروا جناواها، يعني الا اكرام راه في السبيطار راه غتشاف ان شاء الله. والا عندها شي عصابه اللي تابعتها ودايرت لها هاد الشيء هذا، راه غيبان، راه غيبان. ويلا كانت كيما كيقولوا حنا الصديقه ديالي نورا اللي راه باغيه دير ان شاء الله الفيزا، باغيه دير البرجومو وتوقف مع الام نتاع ام اكرام باش تجي ان شاء الله على المانيا، لان حتى هذا واحد اللغز اللي غامض. نتمنوا يستجبوا مع اكرام ومع اكرام سمحوا لي مع نورا، نتمنوا يستجبوا نورا ويعطيو ليها النيميرو التليفون دماين مات اكرام، واتصل بها وتصيفط لها لي بيرجومون ودير لها الفيزا، ما كاين حتى شي مشكل. يعني بكل فرح جيت توقف مع بنيتها مسكينه، ولعل يجيو عائلتها، لعل يجي خالها، لان اللي دخلت العائله ديالها كما قلنا راه غيلقاو لبنتهم الحل، راه ما غاديش تبقى بحال هكاك، يعني لا يعقل. ولكن كما قلت لكم الا كانت يعني شي يعني وصلنا للنقطه نتاع مات اكرام، يعني كيف يعقل يا خوتي خواتاتي، كيفاش واش تدخل لكم المخكم سيده عندها الفيزا؟ داكشي اللي سمعنا انا ما شفتهاش، داكشي اللي كيقولوا عندها الفيزا ونهار السبت تكون في المانيا. صدقات لا، الفيزا تلغات، يعني الفيزا راه ما كتلغاش. يعني هذه اول حاجه باش نقول لكم كثرات البلباله وكثرات الهضره الخاويه كما كنقولوا، يعني بهذا لافاسون الهضره الخاويه، لاني الفيزا راه ما كتلغاش، راه لي بيرجومون ما كتلغاش. واش راجل اكرام ولا قنصل باش غادي يلغي الفيزا، ولا غادي يعيط لهم الو لغاو الفيزا غادي يلغيها؟ ابدا. راه امات اكرام الا كانت بصح شدت الفيزا راه تبقى شاده الفيزا، راه ما 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 تقدرش تلغى الفيزا. دونك الله يهدي بعد الناس اللي كيطلعوا الاشياءات كاذبه، الله يهدي ما خلق وير باش الناس تطلع وناس باش دير باش المعيور في اليوتيوب، وهذا قال الحقيقه وهذا لا وهذا. المهم ما علينا، احنا ماشي من هذا النوع نهائيا، احنا اير كنحلوا، وحنا متضامنين مع اكرام ونتمنوا ليها الشفاء العاجل، ونتمنوا يعني يكون واحد الانسجام مع نورا، دير لامها البيرجومو وممكن كاع تقدر تستقبلها وتوقف معاها باش يلقاو شي حل لاكرام، لان اكرام محبوسه من عصابه او من ناس او ما عارفينش، لان السيده مسكينه مريضه وما يحكمش عليها القانون. كتعرفوا الانسان اللي كان مريض راه ما يحكمش عليه القانون، وصعيب صعيب بزاف. اش غادي نقول لكم، ديك البنت اللي دمراتنا وطيحت منا النص ما نكذبش عليكم، ولي داك الشيء عندها غامض 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 بزاف، وبزاف الحكايات اللي حكاتهم هاد الجاره هادي. احنا عرفنا من اجل البوز، من اجل نايدين هاد الجاره ما جاره، واكيد جاره ما طلعت تقول هادشي حتى حلت القناه وباش تطلع حتى هي على ظهر هذاك، ولكن الكلام ديالها ما عجبنيش. بيني وبينكم ماشي منطقي، ماشي واضح،
ما موضحش كلامها. إكرام كانت عايشة مزيان، إكرام كانت بخير وعلى خير، إكرام كانت مزيانة مع رجلها، إكرام حتى جاوها ناس، إكرام حتى داروا معها الفيديوهات، إكرام تما نعرف شنو إكرام. إيه إحنا متفقين معكم، لأني من ذاك النهار نتاع آخر اللي خرجت فيه ومشات لافيل وما نعرف شنو، من ذاك النهار ما بانش ليها الأثر، ما عرفناش شنو واقع لحد الآن سر مع إكرام. نهار اللي غادي تطلع إكرام إن شاء الله غتوضح لنا بزاف بزاف التوضيحات إن شاء الله اللي غادي يكونوا من عند إكرام. دعيوا ليها إرلا بالشفاء، وحنا كنديروا المجهود ديالنا وغادي نتمناو إن شاء الله نوصلوا لشي طريق اللي غيتدينا عند إكرام، نوقفوا معها إر مع يعني معنويا، هي محتاجة إلا الوقفة المعنوية. هادشي اللي كاين، ولا تحصلنا عليها راه غادي نشوفوها ان شاء الله، وغادي نشوف عندها صديقات ديالنا من المانيا، عندنا صديقات في المانيا اللي غادي يوقفوا معها معنويا ويكونوا معها ان شاء الله، ونتمنى يكون شي حل في اقرب وقت، نتمنى يكون شي حل إكرام في اقرب وقت، ونتمنى لها الشفاء العاجل، ونتمنى لها شي حل، ونتمنى لها العائله نتاعها تكون موجوده معها، ونتمنى نداء للخال ديالها اللي في ايطاليا، نتمنى يكون لحقاش ما تقدر تدخل الا العائله. نقول لكم باش ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء، نقول لكم شكرا لكم، وشكرا للمتابعه ديالكم، وشكرا على لي زابوني ديالكم، وشكرا للناس اللي كل انضموا عندنا في القناه الجداد، مرحبا والف مرحبا. واش غادي نقول لكم خوتي خواتاتي، ما تنساوناش من 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 اللايكات ديالكم ومن البارطاج ديالكم باش نزيدوا القدام، وما نجيبوا لكم ان شاء الله الا الحقيقه، وما تكون ان شاء الله الا الحقيقه، وما عمرنا نجيب لكم شي حاجه اللي ما كايناش. نتمنوا نتمنوا تبارطاجيونا، نتمنوا تشجعونا، نتمنوا تزيدونا من 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 التشجيعات ديالكم، الله يكثر خيركم. وان شاء الله باش نزيدوا القدام، باش نزيدوا هذه القناه القدام، وباش نهضروا فيها الا على الحقائق ان شاء الله. خليتكم على خير، استودعكم الله. نقول لكم باش ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء، نقول لكم شكرا لكم، وشكرا للمتابعه ديالكم، وشكرا على لي زابوني ديالكم، وشكرا للناس اللي كل انضموا عندنا في القناه الجداد، مرحبا والف مرحبا. واش غادي نقول